حوالينا ترى والعين يعانقها الوسن. يا هذا الداعي أيقظنا ثانية فالعالم محن. وقرانا حاصرها جد وانشغلت بالفوضى المدن. العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. واضطربت في البحر السفن. يا هذا الداعي ساعدنا قد دب بساعدنا الوهن. اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن. اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن. الله الله شام تبدو أو يمن. اكشف برؤاك لنا الآتي نحن ببلوانا نمتحن. شدد دعوتنا للمولى شددها تنصرف الإحن. نرجع لله من المنفى فالله الله هو السكن. شيخ محمد كيف أني أريد مصلحته وهو يريد أن يتخلص مني؟ أنا مخطئة لأني أريد مصلحتك. افعل ما تريد. بلين بلين يا شيخ أحمد رفقا بالقوارير. السلام عليكم. لا لا أرجوك انتظر حتى أهدأ، فأنا لا أريدك أن تذهب وأنا غاضب هكذا. بل سأتركك لتصالح زوجتك. الحلم سيد الأخلاق يا شيخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولدي محمد ألا تبقى معنا قليلا؟ لا أستطيع يا أمي، لقد حان وقت الرحيل. الله معك يا محمد. سلاما يا أعز الناس. الشيخ محمد الغزالي، أهلا أهلا ومرحبا. أهلا بك يا هراسي. الحمد لله على سلامتك، كيف حالك؟ الحمد لله. وكيف حال أسرتك؟ كلهم بخير. ادخل بسرعة إلى الشيخ الجويني، سيسر كثيرا لرؤيتك. أنا أيضا أريد أن أراه، عندي له مفاجأة. أية مفاجأة؟ ستعرف فيما بعد. إذا ادخل له بسرعة وسأبلغ باقي الطلبة، سيفرح الجميع لعودتك يا شيخ محمد. محمد الغزالي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا ولدي. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير يا ولدي، حمدا لله على سلامتك. سلمك الله، عندي لك مفاجأة. كتابي الأول المنخول في علم الأصول سأقرأه الليلة وأبلغك رأيي صباح الغد. سأبقى الليلة دون نوم
حتى أعرف رأيك. هل طابت جروحك؟ طابت. لو تكرر ما فعلته بعد ذلك ليس لك عندي سوى شيء واحد. أتعرف ما هو؟ أعرف. الموت. يمكنك العودة الآن إلى بغداد. شكرا لك، ولكن أريد تريد أن تسأل عن ولدك، أليس كذلك؟ والله لو أتممت السؤال ما أعدتك سالما. اذهب. بإذنك. كل هذا من أجل كتاب؟ لابد أن الشيخ الجويني سعيد جدا به. بالكتاب أم بالمؤلف؟ ربما بالاثنين معا. الشيخ الجويني، الشيخ الجويني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبنائي، لقد جمعتكم اليوم لأزف إليكم وإلى أمة الإسلام نبأ ظهور عالم نابغة هو الشيخ محمد الغزالي. أقول لكم يا أبنائي بكل صدق أن أخاكم في الله محمد الغزالي ألف كتابا سماه المنخول في علم الأصول، عرض فيه مسائل أصول علم الفقه عرضا مدهشا، وأظهر في الكتاب من حدة الذهب وجودة القريحة ما تعجز عن وصفه الكلمات. ولو غالي إذا قلت إن هذا الكتاب هو أفضل من كل ما كتبته أنا في علم أصول الفقه. يا مولانا، كيف تفضل علينا واحدا منا؟ وماذا يضايقك في هذا يا علي؟ يضايقني؟ طبعا يضايقني. يضايقني أن شهادتك له تعني أنه أفضل منا جميعا، وأنا أرفض هذا. من حقي أن أقول، ومن حقك أن ترفض ما أقول. لا يا شيخنا، لا. واضح أن هذا الفتى شغل ذهنك أكثر من اللازم. تأدب يا علي. أنا مؤدب ولا أحتاج لتوجيه من أحد. وترفع صوتك أمامي؟ وسأرفعه أكثر حتى يصل إلى الوزير نظام الملك الذي بنى هذه المدرسة وجعلك شيخا لها. أتهددني؟ افهم ما تشاء، ولكني لن أسكت عن هذا. أخرج من هذه المدرسة، وإياك أن تعود إليها طالما أنا كنت شيخا لها. سأخرج، ولكني سأخرج من هنا إلى مدينة المعسكر مباشرة حتى يعرف الوزير نظام الملك هذا العبث. أنا آسف يا شيخي لما سببته لك من متاعب. لا داعي للأسف يا ولدي، وليفعل هذا الطالب الفاشل ما شاء. أتأذن لي بكلمة يا سيدي الوزير؟ خيرا يا أخي. اسمي علي، طالب علم بمدرستك النظامية بنيسابور. أهلا يا علي. الحقيقة يا سيدي أني جئتك شاكيا. شاكيا؟ ممن تشكو؟ من الشيخ الجويني. إمام الحرمين؟ هو بعينه الرجل الذي أكرمته وجعلته شيخا لمدرستك النظامية بنيسابور. ماذا فعل؟ ميز علينا طالبا أصغر منا سنا وجعله معيدا لنا
يعيد علينا دروسه وكأنه الوحيد الذي يفهم ونحن لا شيء. من هذا الطالب؟ اسمه محمد الغزالي. لابد أنه طالب نابغة، لهذا ميزه عنكم. كل ما في الأمر أنه يجيد الكلام والمناقشة، وأنه ألف كتابا في علم أصول الفقه وهو في السن المبكرة. أرجوك يا سيدي أن تتدخل للإنصاف من هذا الجويني، وإلا كفى يا رجل، إياك أن تكمل. ولكنه يا سيدي، لن أقبل كلمة أخرى في حق الشيخ الجويني. لقد أنشأت المدرسة النظامية بنيسابورة لأجله، لكي ينهل الناس من علمه. لقد فوضت إليه أمرها ولا أراجعه في أي فعل يفعله بها. إذا كان قد رأى أن تلميذه الغزالي جدير بأن يكون معيداً له، فلابد أنه رأى فيه ما يؤهله لهذا المنصب العلمي. ولكنه يا سيدي، قلت كفى، انتهت المقابلة. بإذنك يا مولاي، نعود إلى مجلسنا. أريد أن أعرف. أنت يا رجل ماذا تريد؟ أريدك أنت. لكنك لا تعرفني. عرفتك من شكواك، وفهمت أنك غيور لا تحب أن ترى أحداً أحسن منك، وأنني أحب من هم على شاكلتك من الناس، وأبحث عنهم أينما كانوا. ولما تبحث عنهم يا سيدي؟ أحب أن يكونوا من رجالي. ومن أنت حتى أكون من رجالك؟ اسمي الحسن بن الصباح. وماذا تعمل؟ أنا لا أعمل شيئاً محدداً، فأنا صديق الوزير نظام الملك، من حين لآخر يكلفني ببعض الأشياء، وأحياناً يستشيروني في بعض الأمور. وماذا بوسعي أن أقدم لك يا سيدي؟ أنا الذي سأقدم لك. تقدم لي ماذا؟ خدمة. سأجعلك تقابل الوزير نظام الملك وتعتذر له، هو رجل طيب وسيقبل اعتذارك. وماذا بعد ذلك؟ ستطلب منه أن يجعلك كاتباً عنده. وإذا وافق؟ ستبقى معنا في القصر. جميل، وماذا ستستفيد أنت؟ كل الاستفادة. كيف؟ ستعرف فيما بعد. المهم استعد لمقابلة أخرى. لن تعمل عندي إلا بشرط. أي شرط يا مولاي؟ أن تذهب لشيخك وتسترضيه، وتطلب منه خطابا لي يوصي بإلحاقك بالعمل عندي. ولكن يا سيدي، لن تعمل عندي إلا إن فعلت هذا، مفهوم؟ مفهوم يا مولاي. جزاك الله خيرا يا سيدي. نعم نعم. السلام يا شيخنا جويني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا ولدي؟ ألا تسلم على الغزالي؟ ألم تتعلم أن إفشاء السلام من الإسلام؟ سلام يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي. كنت أريدك يا مولانا في لا تكمل يا علي. ولما؟ أرى في عينيك شيء غيبا، ماذا تخفي يا علي؟ لا شيء، قلبي لا يكذب علي. يا شيخي دعك من عيني، بارك الله فيك. لقد جئت أقدم لك اعتذاري عما بدر مني تجاهك، وأرجو أن تقبله. عذرك غير مقبول، لأني فيما أرى أنك غير صاف النية. أرجوك يا مولاي أن تقبل عذره. يا ولدي، أنت لم تقرأ ما في قلب هذا الرجل. سأقبل اعتذاره من أجلك، ولكن تذكر أن هذا الرجل سيكون خصما عنيدا لك، تعاني منه حيثما كنت. اقبل عذره يا مولاي، وسنرى ماذا ستفعل الأيام به. قبلنا عذرك يا علي، فانصرف لحالك. بل لي رجاء عندك يا مولانا إمام الحرمين، ولن أنصرف إلا إذا لبيته لي. أي رجاء؟ أن تعطيني خطابا للوزير نظام الملك ليقبل أن أكون ضمن عماله. أرجوك يا شيخي أعطيه ما يطلب. سأعطيه، ولكن تذكر أنك ستدفع ثمن هذه الطيبة في يوم من الأيام. لا تقلق علي يا مولاي، فالطيبة شيء والعجز شيء آخر، فأنا لو أجهدت عقلي قليلا لإداء هذا الرجل لجعلته يندم طويلا، ولكني تعلمت أن من علامات النفاق أن يفجر الرجل في خصومته، وقد عاهدت نفسي ألا أكون منافقا. بارك الله فيك يا ولدي،
وكفاك شر هذا الرجل. سلامتك يا مولاي. سلامتك. هذه رسالة يا مولاي. سلاما يا شيخنا شفاك الله. هل استدعي لك الطبيب؟ استرح 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 استرح. لا داعي للطبيب يا محمد. اسمعني، لدي ما اقوله لك. بعض زملائك يقولون ان عقلك الجبار يسد الطريق على قلبك ويمنعه من الوصول للآفاق العلوية، لأني أعلم أن قلبك يفيض بالحب، إنه قلب عصي، إلا أن القلوب العصية حين يدهمها الحب تذوب. لكن لكل شيء موعدا، لكني أرى بعيني في المدى نورا يشع منك يضيء بلاد المسلمين جميعا. مني أنا؟ نعم، منك يا غزالي قبل الآخرين جميعا. لا تتكلم يا مولاي، استرح. سأستريح عما قريب. اسمع لي يا غزالي، كما تخلص لعقلك أخلص دوما لما تؤمن به. الإخلاص هو الطريق إلى ما تريد. الإخلاص، الإخلاص يا غزالي، الإخلاص. شيخي، شيخي، شيخي. علي، هل جئت بالورقة التي تعلن عفو الشيخ عنك؟ ها هي. عظيم، لو أنك جئت متأخرا. نعم متأخرا. لقد مات الشيخ الجويني منذ أيام، وجاءتنا الأخبار على جناح الطير بنعيه. مات؟ الوزير لا يعلم حتى الآن، وستكون أنت أول من يبلغه بذلك. أنا؟ وستقدم له خطاب التوصية على أنه آخر ما كتب الشيخ في حبك. إذا كان هذا رأيك فلا بأس، سأبلغه. المهم أن تتذكر دوما مساعدتي لك حتى يأتي وقت رد الجميل. لو أنك توضح لي ما تريده مني بالتحديد. لا تتعجل، ستعرف كل شيء في موعده. أما الآن فلتأتي معي لندخل للوزير. تفضل. هكذا دون دموع أو علامات حزن على وجهك؟ يا رجل، ألم تتعلم بعض أصول المعاملة؟ هيا لترسم الحزن على وجهك وترسل الدموع الحارة. إلى اللقاء يا أخي العراسي. هل نويت الرحيل يا غزالي؟ إن شاء الله. بعد رحيل شيخي لابد أن أخرج للدنيا، أصارعها وتصارعني. وإلى أين تنوي الرحيل؟ إلى الوزير نظام الملك، فلا يوجد من يرعى العلماء والأدباء غيره. ولكن الدخول إليه ليس أمرا سهلا،
فكل واحد من هؤلاء العلماء والأدباء المحيطين به يريد أن يحافظ على مكانته من أي وافد جديد. لا تخف علي، فأنا الغزالي، أنا العقل والمنطق والحجة القاهرة، سأجادلهم جميعا لو لزم الأمر وأذيقهم طعم الهزيمة. سلاما يا أخي. سلاما يا غزالي. سلاما. مولاي، إن هذا الشاب كما ترى نادم على ما فعله في حق إمام الحرمين، وعزاؤه أن الشيخ عفى عنه قبل رحيله. كفى يا ولدي بكان، كفى. ما حدث بيني وبين الشيخ درس لن أنساه. لقد تعلمت كيف يخطئ الصغار وكيف يعفو الكبار. سأبقى العمر كله نادما على ما بدر مني في حق الشيخ. كفى يا ولدي بكاء كفى. وما دام الشيخ الجويني قد مات وهو راض عنك وكتب لك هذه الورقة وهي آخر ما كتب، فقد أمرنا بتعيينك كاتبا في ديواننا. يدك أخبلها يا مولاي، يدك أخبلها. استغفر الله. لي طلب آخر عندك يا سيدي. ما هو؟ أن تجعلني في خدمة جلسائك إكراما لذكرى الشيخ الجويني. اجعلهم من القائمين على خدمة جلسائي يا حسن وابن الصباح. أنت تأمر وأنا أطيع يا مولاي. هذا فضل كبير وكرم منك يا سيدي، هذا فضل كبير. سأحدو القوافل بعد القوافل، وصوتي بالشوق والتوق حافل، وحسي رغم اتساع الرمال أمامي في العشب والماء رافل. سأحدو الجمال بصوتي وحسي إلى أن أبلغها للمحافل، جمالي عليها جمال الغواني، ولست عن الحسن يوما بغافل. سأحدو القوافل بعد القوافل، وصوتي بالشوق والتوق حافل. وحسي رغم اتساع الرمال أمامي في العشب والماء رافل. سيدي، إنني منذ جئت إليك وأنا ضيف عليك، فأذن لي يا سيدي ألا أثقل عليك أكثر من هذا وأن أبحث لنفسي عن سكن. ومن سيخدمك في هذا السكن؟ سأخدم نفسي، لقد تعودت على هذا. متزوج أنت يا علي؟ لا يا مولاي. إذن سأدبر لك الأمر. نجلاء. مولاي، ما رأيك في هذه الجارية يا علي؟ لا تخجل، انظر جيدا وقل رأيك. حسنة. حسنة فقط، إنها فاتنة. نعم يا مولاي، نعم فاتنة. هي لك منذ الآن هبة مني. شكرا لك يا مولاي، شكرا لك. مولاي، ماذا تريد؟ أريد مقابلة مولانا الوزير نظام الملك. ممنوع. لما؟ لا يدخل على مولانا الوزير في مجالس العلم،
سوى العلماء والشعراء وحدهم. وأنا واحد من العلماء. أنت أمثالك من الشباب، لو جلسوا بين العلماء الذين يجتمعون حول نظام الملك لذابوا خجلا من جهلهم. أصمت يا رجل، أنا أعلم من كل هؤلاء. كف عن الغرور. لن أكف. هيا أدخل لتبلغ سيدك أن رجلا اسمه محمد الغزالي يريد مقابلته. لن أدخل. ستدخل رغما عنك، أنت هنا لتبلغ سيدك بمن يأتي إليه، لا أن تمنع الناس عنه. أنا أدرى بعملي. أنت لا تدري شيئا، هيا افعل ما أقوله لك. ما هذه الضوضاء أيها الحاجب؟ مولاي، هذا الشاب يا مولاي الوزير يصر على الدخول ويقول إنه أعلم من كل من لديك من العلماء. هذا صحيح أيها الشاب؟ اسمي محمد الغزالي، من البلد الذي تنتمي إليه يا مولاي، طوس. طوس، بلدي الحبيب الذي لا يهدأ شوقي إليه. أهلا بك يا رائحة الأحباب، تفضل. هل حقا قلت للحاجب إنك أعلم من كل هؤلاء العلماء؟ نعم قلت يا مولاي. وما دليلك على صحة هذا الكلام؟ المناظرة، إنني مستعد لمناظرة أي عالم منهم في الموضوع الذي يختاره. أي شاب هذا؟ يا له من مغرور. أيزرؤ هذا الفتى على أن يتحدانا؟ هيا يا علماءنا الأفاضل، من فيكم يتصدى لهذا الشاب؟ إذن لي يا مولاي، لن يتصدى للغزالي أحد من هؤلاء العلماء الأجلاء، لن يتصدى له غيري. ما رأيك يا غزالي؟ علي ليس أهلا لمناظرة يا مولاي، وإذا كان لابد فأنا لي رأي يجعل التحدي لائقا بي. أي رأي هذا؟ أرى أن يجتمع العلماء جميعا ثم يصوغ سؤالا يرونه شديد الصعوبة ثم يوجهه إلي أخونا في الله علي. أترى يا مولاي كيف يضع نفسه في موضع يجعله يبدو أكبر منا جميعا؟ هذا غرور، هذا لا يليق. اهدأوا يا سادة، اهدأوا. إذن لي يا مولاي أن أكون الرجل الذي يناظر هذا الفتى. قد أذنت لك، هات ما عندك. اسمي الحسن بن الصباح، احفظ هذا الاسم جيدا. هات ما عندك يا عمان الحسن. سأسألك في القرآن بالتحديد في الآيات الواردة عن خلق الإنسان، فأنا أعترف أمام الجميع بأني لا أستطيع أن أفهم حق الفهم. هاتي ما عندك. جاء في القرآن فيما يتعلق بخلق الإنسان هذه الأقوال: خلقكم من تراب، وفي آية أخرى من طين لازب، وفي آية ثالثة من سلالة، وفي آية رابعة من حمأ مسنون، وفي آية خامسة من صلصال كالفخار. فتح الله عليك، مما خلق الله الإنسان على وجه التحديد، وكيف نفهم هذه الآيات؟ أحسنت يا ابن الصباح، لن يقدر هذا الفتى على فهم هذا السؤال فضلا عن إجابته. هيا غزالي أرنا مهارتك. اسمعوا لي يا سادة، خلق الله آدم في بدء خلقه من تراب، ثم بل هذا التراب فصار طينا، وهذا قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا أي لاصقا. أما قوله تعالى من سلالة فسنفهمه بالرجوع للغة، لأن السلالة ما ينسل من أصابعك إذا عصرت شيئا بيدك، والمقصود هنا أن الطين ينسل إذ يسوى ليكون في أجمل صورة. ثم نتن الطين فصار مسنونا أي صارت له أسنان. والحمأ هو الطين الأسود، فلما جف الحمأ صار كالفخار أي صارت له صلصلة الفخار. أما قوله تعالى من سلالة من ماء مهين، فهذا لبدء خلق ذرية آدم عليه السلام، والسلالة هنا هي ماء الرجل، ومهين أي ضعيف. فهل اتضحت لك الآيات يا سيدي السائل؟ الله جميل جميل. الله الله أكبر. والله يا ولدي ما رأيت بيانا ولا فهما مثلما رأيت منك الآن. أشهد لك يا غزالي بالعلم، أشهد لك. أيها الحاجب. مولاي، أمرنا للغزالي بدار يسكنها إلى جوارنا
وأذن له أيضا في حضور مجلسنا وأن يدخل علينا وقت ما يشاء. أمرك يا مولاي. يا غزالي. مولاي. منذ الآن أنت رجل من رجالي، تحل معي أينما حللت وترحل حيث رحلت. هذا شرف عظيم لي يا مولاي. ماذا بك؟ المغيب، سأموت وأنا جلاء. وما السبب؟ هذا الرجل المسمى الغزالي، لقد طرقت له نيسابورة كلها، فإذا به يمسحنا جميعا ومن أول ليلة. معنى هذا أنني مقبل على أيام سوداء. ألف حسرة على الرجال. ما هذا فتاة؟ أنستي أنك جارية؟ لا جارية ولا حرة، المهم أني ارتبطت بك وصار أمرك يهمني. اسمع يا حبة عيني، أنا لا أحب الرجل الضعيف الذي يبكي كل حين على خيبته. اصمتي. لن أصمت. انتبه لي علي، إما أن تكف عن الحزن والندم وتفكر فيما تكيد به لخصومك، وإما أن تعيدني لمولاي الحسن بن الصباح. لقد وهبك لي وأصبحت ملكي، ولن أعيدك إليه ثانية. إذن سأجعل أوقاتك جحيما حتى تسمع كلامي وتنفذ كل ما أقوله لك. قلت لك اصمتي. لا، لن أصمت. وإذا كنت عاجزا عن التفكير فلتذهب إلى مولانا الحسن بن الصباح وتشركه في الأمر، وأنا أرضى بما يشير إليه. الحسن بن الصباح، أحسنت المشورة. خيراً يا علي، ما الذي جاء بك الآن؟ ومن أين سيأتي الخير وهذا الغزالي بيننا؟ ماذا تقصد؟ أريد أن نتفق أولاً. على ما نتفق؟ على الوقوف في وجهه. لا، لا أريد أن أعاديه الآن. ولما؟ لا تسأل عن كل شيء. وهل ستتركه يرتع إذن في مجلس نظام الملك؟ من قال هذا؟ أنت. قلت لن أعاديه الآن. هل تعرف ماذا سيحدث فيما بعد؟ إنني لا أفهمك. أعرف. ولما كل هذا الغموض؟ لا تكن كثير السؤال، هيا اذهب الآن. حين أقرر منازلة هذا الفتى سأتصل بك. الغزالي. لأول مرة يا محمد يا غزالي يصبح لك بيت. لقد عشت عمرك يتيما تنتقل من مكتب لتعليم الأيتام إلى خان يسكنه الطلاب المغتربون، لكن ها هو شيء يتغير في حياتك. اللهم حمدا لك على نعمتك، اللهم حمدا لك على نعمتك. السلام عليك يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت أولا أبارك بالبيت الجديد. بارك الله فيك، تفضل. لا بد أن أحييك على موقفك بالأمس، كنت رائعاً يا غزالي. أشكرك. أعترف بأني معجب بك. ها؟ أفكر في أن تكون معي يا غزالي. أكون معك فيما؟ نكون معاً فرقة من الفرق. لماذا نكون ضمن هذه الفرقة أو غيرها؟ لماذا لا تكون لنا فرقتنا الخاصة؟ الأمر يحتاج إلى إيضاح منك. استوضح ما تراه غامضاً. ما هي ملامح هذه الفرقة؟
لا أزعم أن لدي فكرة واضحة، ولكن لنفكر فيها معا. ومن منا سيكون الرئيس؟ سنتفاهم في هذا طبعا. عرض مغرم، لذا أريدك أن تفكر فيه على ما هي ثم رد علي. بل سأرد عليك الآن. فيما العجلة؟ ليست هناك عجلة على الإطلاق، فقط حددت انتمائي منذ زمن وقررت أمري، وربما أراحك سماعه الآن. قل. إنني يا سيدي أتعاطف مع الفكر الأشعري، فكر أهل السنة والجماعة، فكر جمهور المسلمين. ورغم هذا فأنا أرى أن من حقي أن أفكر في أي موضوع بعيدا عن المذاهب، لأن التقيد جمود موت. ما دمت تريد الحرية وعدم التقيد حقا، فلماذا لا تكمل تحررك وتخرج من عباءة كل ما هو موجود من أفكار ومذاهب؟ أنت رجل شديد الطموح، تخيل أن أفكارنا وجلت من يتبناها ومن يكافح من أجل أن تصبح هذه الأفكار طريقة حياة. أي فكر تتحدث عنه يا سيدي؟ كما قلت لك، ليس لدي فكرة واضحة. لنفكر معا. لا. ماذا؟ سأوضح لك الأمر بصراحة يا سيدي. لقد نشأت يتيما، تربيت في ظل العيش الصعب، عرفت الجوع، ولولا عنادي ما وصلت إلى ما وصلت إليه. لذلك فأنا أعترف لك بأن غايتي هي أن أستريح، أن أعيش حياة آمنة. لقد وهبني الله العقل الوافر كي أسعد به. أما أن أنضم إلى فرقة أو دولة يمكن أن تتصادم مع الدولة التي أعيش في ظلها، فهذا لن يكون. خسارة، كنت أظنك طواقا للمغامرة. لا يا سيدي، إلا المغامرة. لقد أخطأت إذن بالمجيء إليك. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يختبرني هذا الرجل لحساب نظام الملك، أم أنه يفكر في الخروج على الدولة؟ مهما كان الأمر فلا بد أن أكون حذرا. لقد قررت أن أمد يدي لك يا علي لنتعاون معا ضد الغزالي. لابد أنه جد جديد جعلك تغير رأيك يا سيدي. ربما. ربما. لماذا لا تجيب إجابات واضحة يا مولاي؟ ولماذا تسأل أنت من الأصل؟ لن يحب في من يعمل معي أن لا يسأل. أمرك. قبل أن أتعاون معك لي شرطان. وما هما؟ أولاً، لن أظهر في مواجهة الغزالي إلا في أضيق الحدود، وربما ناصرته أحياناً. ضدي؟ نعم ضدك. لماذا؟ أصول اللعبة. هذا هو شرطك الأول، فماذا يكون شرطك الثاني؟ أكون أنا العقل المدبر لكل شيء. وأنا أوافق. وهذه يدي. وهذه يدي. هذا هو كتابي الثاني في الفقه، الحمد لله. كنت أتمنى أن يراه شيخي الإمام الجويني، لكنها إرادة الله. سيدي محمد الغزالي، سيدي محمد الغزالي. ماذا حضرة الحاجب؟ مولانا الوزير نظام الملك يطلبك الآن فورا. السلام على مولانا الوزير وصحبه الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا مولاي. يا محمد ويا غزالي، لقد سمعت كثيرا عن كتابك المنخول في علم الأصول، لكنني لم أقرأه بعد، فما هو السبيل للحصول على نسخة منه؟ كتابي المنخول وكتابي الجديد الذي أسميته البسيط طوع أمرك يا مولاي. تفضل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أرأيتم يا إخوة الإسلام؟ أرأيتم همة الشباب؟ عفوا يا مولانا، عندي سؤال في الفقه للشيخ، هل تسمح لي؟ هل تأذن لي يا مولاي؟ ولد وبنت من أسرتين مختلفتين، وماتت من كل منهم الأم،
فاشترى الأبوان نعجة وأرضع منها الولد والبنت أكثر من 5 رضاعات مشبعات، فهل يجوز أن يتزوجا؟ وما الذي يمنع؟ كل صبيين اجتمع على ثدي واحد، حرم أحدهما على الآخر. لماذا تضحك؟ لأنك جاهل. أترى يا مولانا كيف يسبني؟ أنا لا أسبك يا علي، السب والقذف بتهمة ليس عليها دليل. وما هو هذا الدليل؟ سؤالك. وماذا في سؤالي يدل على الجهل؟ كل صبيين اجتمع على ثدي واحد، بينما أنت تتحدث عن ضرع نعجة. فلو استعملت عقلك ما سويت بين المرأة والنعجة، ولا بين الثدي والضرع. العين يعانقها الوسن، يا هذا الداعي أيقظنا ثانية، فالعالم محن وقرانا حاصرها جدب، وانشغلت بالفوضى المدد، العقل تشتت أفكارا والنفس تولاها الشجن. ضربت في البحر السفن، يا هذا الداعي ساعدنا، قد دب بساعدنا الوهن، اجتمع الأعداء علينا واجتمع أسانا والحزن، اختلط الحاضر والماضي والتبس السيء والحسن. شام تبدو أو يمن، اكشف برؤاك لنا الآتي، نحن ببلوانا نمتحن، جدد دعوتنا للمولى، جددها تنصرف الإحن، نرجع لله من المنفى.